صفقات اللي هي خصوصيه هي مقابل كذا لهنا فما actuellement la société civile doit être omniprésente dans toutes les transactions qui peuvent avoir lieu dans certaines circonstances municipales ou entre organismes étatiques. La même, je vais vous donner un exemple, un monsieur bien, un petit peu pas sur les aides, par exemple. On nous écarte. Allez, à la fin, il y a toute une équipe qui est sous les. Pour les. Tu ne peux pas avoir à l'aide des charges. D'ailleurs, pour le fait de la part de Dieu, je ne parle pas de l'information, mais comment ça se passe? Laquelle? L'accès à l'information publique, c'est un sujet qu'on va traiter. Mais non, non, je ne parle pas d'accès à l'information. Je viens de faire attention sur une chose. Cool. C'est la question. À l'aide de nous, on demande les procédures qu'on peut mettre en tant que société civile. Nous, les procédures qu'on peut entamer, qu'on peut obtenir pour qu'un poste, pour pouvoir être omniprésent pour la quête, surtout au niveau des municipalités. وانا ليك في المكان نحن إن حاجين نصحاب إن نبعثو ياسمين نبعثو مش نسميه كما اسم البونت مش نسميه كما الاسم اللي طرحينه نحن اللي هما المجالس المحلية مجالس المحلية يعني هما يكونوا متكونين من الوالي ممثلين من الاتحاد ممثلين من الكيكاب ممثلين من من السوسيتي سيفيل فهمت باش يكون عندهم راي في الاعداد بالضبط واللي باش يكون هو الرابور بينك ما بين السنترال تكون انت كمجتمع مدني مغيب وماكش موجود هذه نقطه كذلك النقطه الثانيه هي اليات المتابعه والمراقبه انت قلت تو حتى المخيم فما شكون يعرف شكون يمشي فما اللي ما يعرفش شكون يمشي انت عطيت دات مارس هو دار التاريخ اعداد ميزانيه بدايه اعداد ميزانيه وتصورات تاع ميزانيه يعني هنا كيف هذه يجب حتى العموم تجب تفهم اكثر وين لازم ديريكت يمشي خاطر نحن تو الاداره كي باش تمشي ما باش تمشي مثلا المدير ولا باش تمشي المسؤول الاول ولا امر صرف المؤسسة انت باش تمشي سيرفيس معين مكلف بالامر هذا يملك المعلومه مش ناس كنت منك يعني ماذا بينا تحدد من هذا شكون يعني معناها سيرفيس اكزاكتومون فما نقطة أخيرة ومش نسافر لك هي نقطة أخيرة هي من ناحية وعي المجتمع وكون تكون فما عملية تشاركية وكيما تو صارت ميزانية 2012 و2013 الطريقه الطريقه الافقيه الطريقه العموديه اللي كانت تصير قبل كون تعمل ميزانيه منزله اليوم فما استشارات صارت على المستوى هذه فما نحن مثلا في الجهات قدموا مجموعه من المقترحات نحن مثلا في بلدي كان عندنا المقترح بتاع كليه الطب وهيانا الارضيه وهيانا كل شيء لكن العمليه ما توصلتش هنا نحب مثلا كيف المجتمع المدني وين دور بالضبط في العمليه هذه حاليا المجتمع باش نبدا نجاوب السؤال الاخراني ولا حاليا المجتمع المدني دوره مع الطبيعه مع مكونات الكل انه يحاول يلقى صيغه قانونيه للانترفونسيون تاعو ولا الراي معناتها يكون عندنا مجالس ذات صيغه قانونيه
إجبارية أنو نعطيو الرأي تاعنا. أنو نكون في مقترح خير، هذا المقترح المقترح هذا يلم كل مكونات المجتمع المدني ومكونات الحكومة والناس اللي راعيين للحوار الوطني. يكون كل مجلس هذايا مجلس متكامل فيه مش نقول شرائح من مكونات الكل تاع تونس. خاطر الأمر ما يهمش شخص في ذاته ولا يهم مجموعة، يهم تونس الكل. بالنسبة لل هذايا الأخر، دونك بالنسبة قلت لي من الأول قلت لي بجي باغ اوبجيكتيف. دونك البجي باغ اوبجيكتيف ديجا معناتها ثم في وزارة الصحة مثلا في الأغاني يكون بجي باغ اوبجيكتيف. ثم اوبجيكتيف تاع تو كوفرتور نعطيو التو هذايا نقولوا باش يكون عندنا ميزانية غاتان بالمثال 80% من التغطية الصحية. السؤال قال لك كيف نعطيو مقترح dans les décisions, est-ce qu'elles sont, elles sont prises en compte? Et si elles ne sont pas prises en compte, en fait, quel est le rôle de la société civile? La société civile, elle entend, elle observe, elle donne des recommandations, mais est-ce qu'il y a un peu de l'intérêt les recommandations? Comment est-ce qu'on peut faire pour chez des recommandations? Elle a un peu de l'intérêt. تصور نتاعنا كما قلت انه يكون عندنا هيئة مجلس شنو نحب نسميها يكون جامع للمكونات الكل سيرتو نسيت بيان انه يكون عنده جايك قانون. انت حكيت على الكوميسيون ميكس جوست انا حكيت على الكوميسيون ميكس دون جو في بارتي. C'est vrai qu'il faut les améliorer, il faut que ça soit ouvert, discutable l'organisation de ces commissions mixtes, mais d'après, il faut que ce soit par la loi en fait, il faut que tout le monde joue de point de vue légal. Hali, il y a un problème, bon, ouais. Je veux dire, quoi, là, je n'ai rien en détail, mais puis mon ordre, on a mis un état chez OK, il y a un chat, il y a un ومجموعة من كل المجتمع المدني نصير بعض المؤسسات قلت من الأول اللي تم المصريين من السوسيال في المحال في الانتقال الديمقراطي اللي هي وحيدة بل في تونس كانت ذات صبغة قانونية إنها تعطي رأيها وترفض لازم ترفض كما رفض 2002 و 2000 رفض 2002 دار الثانية صفحانية مش قلت دار ثلاثة مي رفضت مرتين بعد 2000 مشروع ميزانية رفضته لسبب أوافق معنا أما على الأقل كانت عندها كانت عندها ال 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 دونك السبب الأقل من هي أنها ترفض باش نوقف هنا لي كيستيون خاطر اللي دوا باغتيغ شنو باش نعملوا سيكو دي ريكومونداسيون تاعهم باش يتحطوا على بلاتفورم انترنت وكل واحد كان عنده مقترح كان عنده مقترح بالله ماهمش تليفون تاعي من كوليكتيف. فوالا. دونك وكان فما مقترحات بزاف باش تحطوا على تاريخ الريكا، كان عندكم مقترحات وقفت تزيدوها ناخذوها معاكم احنا ونزيدوها في المقترحات على المقترحات تاعكم. سامحني معنا. 15 دقيقة. باش نقدر نحكي نجم نقدر نحكي لبعض برشا. دونك نجموا تلقوني على الفيسبوك كان الهاني. وإلا نجمو نجيو بعدين على البيرو تاعنا في بلاصة هذا في أريانا ونقبلو اقتراحاتكم وعلاش ليه تكون فرصة إلنا نلمو أكثر من كلام المجتمع المدني. ميرسي بوكو مغيري، ميرسي بوكو على الساعة. هاو بطلع اليوم في عرس